call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم تكملة للجزء الثالث يكون صح؟ الجزء الثالث من التحقيقات، وطبعا أنا ما خلص تحقيقات كاملة بس بنشوف التحقيقات اللي مخلصنها وبنتكلم عنها و نعطيكم يعني النبذة مختصرة عن وين القادم، الشيء القادم أو التكملة في هذه التحقيقات. تكلمنا أول شيء عن سقوط لانيترا والبحث عن تاغو كوتا، خلاص لنقلب الصفحة والكمين خلصنا منها. أخبار القبور، بالنسبة لأخبار القبور ما فيها سابق، سطل لصوص القبور على عاصمة شركة التجارة الهولندية بطريقة ما ولم يأخذوا سوى الجثة. هذه يقول لك قد لحق بهم في يعني الجزيرة بتحصل زجاجة في الأرض في قريب من جزر التقابل. هذه تقريبا بتحصلها لو جينا نشوف يمكن يكون هنا، أتوقع أنه يكون هنا. صراحة ما أني بحثت عنها لحد الحين، بس أتوقع أنك بتحصلها في هذا المكان جنب جزر التوابل. وش هي جزر التوابل؟ حتى ما نقدر ان نعرف وش جزر التوابل، بس متأكد انك بتحصلها في هذه المنطقة. بتحصل زقاقة في البحر، صعبة انك تشوفها. صراحة انا الحين خلصت هنا اللي هي البونز، نفس الشيء الزقاقة، وبالحظ شفتها خلاص فاقد الامل وكنت راجع للميناء وهناك شفتها في الارض تلمع بطريقة خفيفة جدا ما تقدر انك تشوفها، بس الأكيد أنك بتحصلها في هذه المنطقة بين راوفيا وحصن دوبو. إذن هذه هي هذا هو المكان اللي بتحصل فيه الأولى. ولو نجي نتكلم عنها بالضبط أو لا، أوكي يبدو أن المكان غلط. لا، جزر التوابل هذه بتكون في الهند. والله بيطلع انه اسمها جزر توابل، هذه جزر توابل، فبتحصلها في هذه المنطقة. سوري تجاهلوا الكلام اللي كان قبل شوي، بتحصلوها في هذه المنطقة، بتحصلوا زقاقة في الارض ومن ثم بتفتح معاكم الخانة اللي بعدها من التحقيقات. بالنسبة لهذا الثنتين انا ما عندي بعدني. ايرث بولدي بونز في البداية قال لك انك ينبغي ان تحرى احدى ضحاياها حطام سفينة بالقرب من مستوطنة هوفو هوفو، سفينة كبيرة بالقرب من هوفو هوفو. هنا هوفو هوفو، هنا هوفو هوفو، ولو تقربوا كثير هنا بتحصلوا سفينة كبيرة. تروحوا تبحثوا في هذه السفينة وبيعطيكم التحقيقات، تسويوا فتح للسجل. الخطوة اللي بعدها بيقول لك تروح حصن لويس وتحفر قبر في حصن لويس. فلو نشوف بولدي بونز بعد ما نخلص من حفر القبر، شوف حصن لويس، من ثم يقول لك انه خلاص خلصنا ويعطيك الجوائز وما الى ذلك. ما اتوقع انه بيعطيك اللي تبحث عنه المجوهرات، بس تكون خلصت هذا التحدي. ذا اشن كورسير، الاشن كورسير في البداية يقول لك تنهب مستوطنة جراند. مستوطنة جراند تعرفوها وين موجودة؟ تحت سانت اين، هذه هي قريبة من سانت إن. تسويوا لها سطو أو نهب، ولما تخلصوا من النهب أو النهب يقول لك هنا إنك تحصل على زجاجة في الحوض الغربي. وين الحوض الغربي موجود؟ هنا، هذا هو الحوض الغربي. تروح وترجع فيه لحد هنا، يعني تحدد لك نقطة مارك هناك تروح لها وترجع وتشوف، تحاول إنك تركز شوية، صعب إنك تشوف الزقاقة. بحط لكم شوية فيديو قصير عن الزقاقة كيف ان حصلناها. مثل ما تشوفوا هذه هي موجودة تحت يعني السفينة، قريبة شوية، صعب النظر لها، يعني صعب انك تستوعب انه هذه هي الزقاقة اللي تبحث عنها، بس تحصلها. فبعد ما تخلص من هذه الزقاقة وتحصلها، نكمل معاهم، تسوي قراءة ويقول لك انك خلاص يعني هنا حصلنا الزقاقة. نروح للتالي، يقول لك تبحر بالقرب من مخفر الاخوة الثلاثة، وعليك الصعود على متن السفينة. الاخوة الثلاثة هنا والنقطة هذه هنا، فنروح للاخوة الثلاثة، نطلع
في البحر ونشوف إذا قدرنا إن نحصل هذه السفينة اللي نبحث عنها. ما المفروض إنها تكون صعبة، بس ذاك مجموعة سفن كثيرة مستحيل تكون هي. نحاول نروح بهذا الاتجاه ونشوف السفن الموجودة في الطريق إذا كانت سفينتنا اللي نبحث عنها موجودة. طبعا تقدر إنك تشوف الحين. أوكي، أخبار القبور هي ولا لا؟ مش أخبار القبور اللي نبحث عنها، بس أتوقع هذا هي السفينة أو السفن. اللي نبحث عنها المفروض انها تكون في هذا الاتجاه. نقرب، ما في. وليش انت هذا يبحث عني لاني شال بالغلط صراحة جايب معي. بس كيف قدرت اني نحاولنا بس ندمر هذه ونشوف السفن الموجودة بالبعيدة هنا، ممكن انها تظهر لي انه هذه في موجة. من موجة اتمنى انها اوكي. تخلصنا اتوقع من السفينة هذه، ما بقى لها يعني كثير. تخلصنا من الموجة المارقة بالأكيد، لكن ما تخلصنا من السفينة. بس ما زلنا نبحث عن سفينة الأخوة ولا ايش اسمها هذا. حاول بس تخلص من هذا. لا كنت بالغلط شال معاي والله حتى ما اعطيتهم. اللي هي الهيت مارك او الكريتيكال هيت. يلا خلاص روحوا، والله اخرتوبي. على كل، خلاص غرقناها. اوكي الحين نشوف السفن مرة ثانية الموجودة قريبة منه. ما هي بس المفروض انك تحصل السفينة في هذا المكان. يمكن لو نروح، وما كاتب باشي جراندي، كتب بالقرب من الجزيرة هذه. anyway تبحث في هذا المكان، تروح وترجع لحد ما تحصل السفينة المطلوب منك انك المطلوب منك انك توجدها او انك تصعد فيها. وبعد ذلك تكون خلصت، يعني هنا بتكون نهاية هذا التحدي يعني. خليني بس احاول نتأكد من موقعها، لاني متأكد كنت شفت المفروض انها تكون في هذا المكان اللي شفناه قبل شوي. نقرب نروح لهالاتجاه، يعني نحاول نكون قريبين من هل هذا. نسرع البحث. اوكي هذه هي السفينة اللي نبحث عنها، ونروح نحاول نسوي لها صعود. اتمنى ان لا ليفل 4، اتمنى انها ما المفروض اني اصعد عليها. دمرناها للاسف. هل عادي ولا اوكي؟ خلاص عادي، ما يحتاج ان نصعد فيها. نفتح الخانة 1956، خلصنا. اعطونا الصندوق، خلاص خلصنا. خلصنا التحقيق هذا. هنا نوصل لنهاية الفيديو، اتمنى انه اعجبكم، اتمنى انكم تضغطوا على زر السبسكرايب، زر اللايك،
نشروا الفيديوهات، تدعمونا عن طريق الكومنتات، دعمونا عن طريق نشر الفيديوهات لأصحابكم اللي يلعبوا هذه اللعبة. نشوفكم فيديو آخر، والسلام عليكم.